أولا، كيف يتوضأ من قطعت يده أو ليست له يدان خلقة إن لم يكن له من يساعده في الوضوء دائما؟ يتوضأ على حسب استطاعته، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فيوضي الأعضاء الباقية. إذا لم يكن له يدان، يعني قطعت يداه من المرفقين مثلا، نعم. أو لم يخلق له يدان أصلا، فهذا يوضي الأعضاء الباقية التي هي الوجه ومسح الرأس والرجلين. فإن كان عنده من يوضيه ويعينه على ذلك، وجب عليه أن يتوضأ لوجود مثلا من يعينه، نعم، أو مثلا يكون عند مثلا ماسورة مياه يفتحها ويتركها مثلا تصب الماء على وجهه، وعلى يمسح رأسه بشيء ويغسل رجليه من صب الماء، وجب عليه ذلك لأنه استطاع أن يتوضأ في هذه الحالة بالإعانة أو بصب الماء عليه من صنبور أو من ماسورة مثلا. نعم. فإذا لم يجد هذا ولا هذا ولم يستطع، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة، يعني يغسل ما أمكنه، يغسل ما أمكنه من ذلك. نعم. وأما إذا كان بقي من يديه شيء، أن بقي من الذراعين شيء، فإنه يغسل الباقي وجوبا، يجب عليه أن يغسل الباقي. نعم، حتى لو كان فوق المرفقين. نعم، ولو كان شيئا يسيرا زائدا على المرفقين، المرفقان من الواجب يغسلهما. نعم. يغسل المرفقين وما دونهما إلى الكف. نعم، جزاكم الله خيرا.